السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في الدرس ديال اليوم. انطرقوا على طريقة كيفاش حل المعادلات من هذا الشكل AX زائد BY كتساوي C، حيث X و Y عددان صحيحان نسبيان. هذا النوع ديال المعادلات ما يسمى بالفرنسية ليزيكواسيون ديفونسيان، عندكم هذا الشكل في البروغرام بالنسبة للتلاميذ ديال الثانية بكالوريا شعب ديال العلوم الرياضية. من قبل ما نتعرفوا على الطرق ديال الحل على هذا النوع ديال المعادلات، ضروري خصنا نراجعوا واحد المجموعه ديال المبرهنات اللي خص ديجا تكون عندكم. الاولانيه ما تسمى بالمبرهنه ديال بيزو، كتقول هذه المبرهنه هذه انه اذا وجد واحد العددين صحيحين نسبيين ا و بي ودلتا هو القاسم المشترك الاكبر ديالهم، فان هذا العدد اللي هو القاسم المشترك الاكبر للعددين ا و بي كيتكتب على شكل تاليفه خطيه لهذين العددين، اي انه يوجد عددين U و V من Z كاري، حيث AU زائد BV يساوي دلتا القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين. كنتيجة لهذه المبرهنة كنأخذ الحالة من يكون دلتا هو العدد واحد، أي أن القاسم المشترك لعددين A و B هو العدد واحد أو أنهما أوليان فيما بينهما. فهاد الحالة هذه بنفس الشيء واحد كيتكتب على شكل تأليفة خطية للعددين A و B، كنلقاو بأن AU زائد BV حيث هو بعددين صحيحين نسبيين كيساوي لي واحد. مي اللي مهم في هذه الخاصيه هذه هو انه عندي علاقه تكافؤ، ماشي غير علاقه استلزام، هي انه الا قدرت نكتب واحد على شكل تاليفه للعددين ا و بي بهذه الطريقه هذه، فانني نقدر نجزم بالقول بان ا و بي عددان اوليان فيما بينهما. ناخذ كمثال تطبيقي بسيط لهذا المبرهنه. ناخذ مثلا لكل ان من ان العدد A كيساوي 3N زائد 1 والعدد B كيساوي 2N زائد 1، وباغي نتحقق بلي أن هاد العددين عاد يكونان أوليان فيما بينهما، أي كنقلب على واش القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين غادي يكون بالضرورة واحد. دونك شنو غادي نحاول ندير؟ نحاول نقلب على شي تأليفة خطية كتجمع بين العددين A و B وتساوي ليا واحد باش نقدر نطبق نتيجة ديال مبرهنة ديال بيزو. كنلاحظ بأن العدد A إلا ضربته مثلا في العدد 2 غادي يساوي ليا 6 ان زائد 2، وانه الى خديت مثلا العدد بي وضربته في العدد 3 غادي يعطيني 6 ان زائد 3. من هنا كيبان ليا بان نقدر ناخذ 3 بي ونقسم منها 2 ا بهذه الطريقه هذه، 3 بي ونقسم منها 2 ا، وهنايا غادي نلقى بان عندي 3 ناقص 2 اللي هي بالضبط 1. اذا هاد الكتابه هذه من قدرت نكتب واحد على هذا الشكل هذا، نقدر على حسب ما كيقول لنا في المبرهنه ديال بيزو لان العددين ا و بي غادي يكونان اوليان فيما بينهما، اي ان القاسم المشترك لهذين العددين هو واحد. دونك هذا كان تذكير بسيط للمبرهنه ديال بيزو. ايضا خصني نعرف مبرهنة ديال غوس شنو كتقول لينا حتى هي، حيت غادي نخدموا بها من بعد. اش كتقول المبرهنة ديال غوس باختصار؟ هو ان الا كان عندي 3 ديال الاعداد صحيحه نسبيه ا و بي و سي مثلا، واخا والا كان العدد ا كيقسم الجداء ديال العددين بي سي، ولا عرفت بلي ان ا و بي اوليان فيما بينهما، الا عرفت بلي ان ا و بي اوليان فيما بينهما فان ا كيقسم العدد سي بالضروره، صافي عندي هنا علاقه سيلزام. دونك ا كيقسم سي. اعيد، الا كان ا كيقسم الجداء ديال العددين بي و سي، ولا كان ا و بي اولين فيما بينهما فان ا كيقسم العدد سي. ناخذ هذا التمرين كتطبيق هذا الشيء اللي شفنا يلاه دابا. غنحاولوا نحلوا المعادله 3 اكس زائد 7 واي كتساوي 4 في زد اس 2، واخا. دونك قبل كل شيء نحاولوا نقلبوا على الحلول ديال واحد المعادله مرتبطه بهذه المعادله هذه. هذه المعادله غادي نكتبوها على هذا الشكل هذا، نحتفظ بهذا الطرف كما هو 3 اكس زائد 7 واي، ولكن في الجهه الاخرى غادي نكتبوا 1. واخا، دونك اول حاجه لا نقتنع بها هو ان الحلول ديال هذه المعادله هذه ماشي مجموعه فارغه. علاش؟ المبرهنه ديال بيزو كتقول لنا بلي ان الا قدرت نكتب واحد على شكل واحد تاليفه خطيه على هذا الشكل، ان هاد العددين راهما اوليين او لا العكس. كنلاحظ ان بلي ان 3 و 7 عددان اوليان، اذا الوجود ديال هذه الكتابه كيكون شرعي. اذا يوجد واحد معاملات اكس و واي من زد اللي كيحقوا لي 3 فوا اكس زائد 7 فوا واي غادي تساوي لي 1. دونك اول حاجه انني مقتنع بان مجموعه الحلول راها غير فارغه باش نمشي نقلب عليهم. ف
صافي. الخطوه الثانيه كنحاول نحدد شي حل خاص لهذه المعادله. اش كنقصد بحل خاص؟ يعني نلقى واحد القيم معينه لاكس واي من زد اللي نعوضهم هنايا ويبقى لي هذه المتساويه صحيحه. دونك بلا ما نطيل عليكم ولا نفكروا بزاف، تقدروا تلقاو اي حل نتوما وتخدموا به. هنا مثلا الى ضربت 3 في ناقص 2 تعطيني ناقص 6، وزدت عليها 7، يعني 7 في 1، 7 ناقص 6 راه هي 1. اذا كناخذ ناقص 2 و1 هو الزوج ديال الحل الخاص بهذه المعادله. اذا الزوج ناقص 2 و1 حل خاص لهذه المعادله. بيان سور المعادله اللي كنهضر عليها راه هي هذه، هذه نجيب لها من بعد. صافي، هذا الحل الخاص شنو كيعطيني؟ كيعطيني طرف اضافي كنزيدو لهذه المعادله باش كنحدد واحد النظمه. هاد الطرف زائد هاد الطرف كيعطيوني النظمه التاليه: 3 اكس زائد 7 ايكغيك تساوي 1. والطرف الثاني هو هذا: 3 ناقص 2 واخا زائد 7 في 1 تساوي 1 واخا. دونك الى درت الفرق ديال طرف بطرف، 1 مع 1 تعطيك 0، دونك يبقى لي هادشي ناقص هادشي كيساوي الصفر. دونك 3 عامل اكس ناقص ناقص 2 هي اكس زائد 2 واخا، وعندي هنايا 7 عامل ايكغ ناقص 1 دونك زائد 7 عامل ايكغ ناقص 1 شي كامل كيساوي صفر واخا. دونك ندي هاد الطرف للجهة الأخرى، غادي يعطيني 3 إكس زائد 2 اش كتساوي 7 عامل 1 ناقص إكراك واخا. هاد المتساوية هادي اش كتعطيني؟ غنلقى بلي أن نقدر نقول بلي أن 3 كتقسم ليا هاد الجداء كامل، يعني 3 كتقسم 7 عامل 1 ناقص إكراك، وفي نفس الوقت نقدر نقول بلي أن العدد 7 كيقسم ليا هاد الجداء، يعني كيقسم ليا 3 عامل اكس زائد 2. دونك نقدر نقول بلي ان 3 كيقسم 7 عامل 1 ناقص ايكغ واخا. ونقدر نقول في نفس الوقت بلي ان 7 كيقسم ليا 3 عامل اكس زائد 2. وهنايا كيجي الوقت ديال تطبيق مبرهنه ديال غوس. صافي، كنلاحظ بلي ان 3 و 7 عددا اوليا فيما بينهما، اذا الا كان 3 كيقسم 7 عامل 1 ناقص ايكغ و 3 و 7 عددا اوليا فيما بينهما، فان 3 كيقسم 1 ناقص ايكغ بالضروره. صافي، دونك عندي عاوتاني 7 كيقسم 3 عامل اكس زائد 2، اذا حسب مبرهنه ديال غوس بما ان 7 و 3 عددا اوليا فيما بينهما فان 7 كيقسم اكس زائد 2 واخا. دونك نحتفظوا بهذه النتيجه هذه. عندي 7 كيقسم ماذا؟ 7 كيقسم اكس زائد 2 واخا على حسب المبرهنه ديال غوس، وعندي 3 كيقسم 1 ناقص ايكغ. هذه كتعطيني بلي ان اكس يوجد عدد صحيح نسبي بحيث اكس زائد 2 يتكتب على شكل 7 ك واخا. وهذه كتعطيني ثانية كتعطيني بأنه يوجد واحد العدد صحيح نسبي كينتمي إلى زد بحيث واحد ناقص إكغيك يتكتب على شكل 3 ك، وهذه بالضبط هي لا تعطيني كتابة ديال إكس. إذا إكس نقدر نكتبو على شكل 7 ك ناقص 2، وهذا إش كتعطيني؟ كتعطيني بأن إكغيك نقدر نكتبو على شكل 1 ناقص 3 ك. إذا هادو هما الكتابات ديال الزوج إكس إكغيك واخا. اذا غيوليو عندي الحلول ديال المعادله، المعادله اللي كنذكر باللي اللي كنحلوها دابا هي 3 اكس زائد 7 ايكغ كتساوي 1، ولقينا بلي ان الحلول ديال هذه المعادله هما الازواج اللي هي تكتبوا على شكل 7 ك ناقص 2 واخا، هنايا 1 ناقص 3 ك بطبيعه الحال ك ينتمي الى 0 واخا. حتى دابا مزيان، مي حنا شنو كنا باغي نحلو؟ نحلو ماشي هاد المعادلة هادي، ولكن المعادلة 3 إكس زائد
7 إيكغيك كتساوي 4. واخا دونك هنا شنو كنمشي كندير؟ مي كنقول بأن هاد الزوج يعني ديال الأعداد اللي دايرين على هاد الشكل هما حلول ديال هاد المعادلة، هادشي كيعطيني شاش كيعطيني بالضبط؟ كيعطيني بلي ان هاد الازواج هاد الزوج هذا ولا الازواج على هاد الشكل هذا يحققوا لي المعادله. نقدر نكتب بهذه الطريقه هذه 3 عامل 7 اكس ناقص 2 زائد 7 عامل 1 ناقص 1 ناقص 3 ك، هادشي كله يساوي لي 1. دونك باش يولي عندي انا في هاد الطرف هذا 4 يكفي نضرب كل شيء في 4. اذا شنو كتولي عندي هنايا؟ كتولي عندي 3 عامل 4 مضروبه 7 ك ناقص 2 زائد 7 عامل 4 مضروبه في 1 ناقص 3 ك، هادشي كله غادي يساوي ليا 4. وهادو هما اللي يحددوا ليا الزوج ديال الحلول ديال المعادله اللي في الاول كنا باغيينها. تمام دونك يمكن ليا نزيد نديفلوبي، غادي تعطيني هنايا 3 صافي، وهنايا اش غتولي عندي؟ غتولي عندي 28 ناقص 8 واخا، وهنايا زائد 7، هنا تولي عندي 4 ناقص 12 ك واخا، جوج اخرى تولي 4. وها هو الحلول ديال المعادله اللي كنت نقلب عليها من الاولى. كنحتفظوا بهاد النتيجه هادي. اذا حلول ديال المعادله، جي لهنا نكتب اذا حلول المعادله اللي بدينا بها كاع هي 3 اكس زائد 7 ايكغيك تساوي 4 في زد اس 2 هي، وجي نكتب هنايا اس تساوي زوج ها ديال اكس ايكغيك اللي كيتكتبوا على شكل 28 ك ناقص 8 ها، وهنايا 4 ناقص 12 ك، حيث ك ينتمي الى باش تاكدوا نتوما حاولوا تعوضوا ك بشي قيم معينه وتعوض حق اسباب اللي كتحقق لكم المعادله. مثلا الا خدينا ك كيساوي صفر اعطينا واحد الحل خاص اللي كيحقق فعلا المعادله ديالي. كان هذا مثال بسيط الحل ديال المعادله من شكل ا اكس زائد بي ايكغيك زائد سي في زائد اس 2. كاين مازال معادلات اخرى اللي كيستوجبوا استحضار واحد المجموعه من المعلومات او المبرهنات اخرى اللي ما طرقناش لهم في هذا الفيديو، ولكن نطرقوا لهم في فيديوهات جايه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، كان معكم طارق بوزيد، السلام عليكم.